تقول لي سيدنا هذه كتبنا احنا سالمه، هاي كتب السنه هالشكل. الجواب عزيزي انتم اعزائي، العلامه محمد باقر البهبودي اعزائي، محمد باقر البهبودي من المحققين العلماء الكبار اعزائي، اجى الى روايات اصول الكافي اعزائي، الى روايات اصول الكافي. في الكافي تقريبا توجد عندنا 16200 روايه اعزائي، التفتوا لي جيد، 16000 ايش قد 200 روايه. فبحث عنها من حيث الاسانيد، صحيحه لو اسانيد شنو ضعيفه لا يمكن الاعتماد عليها، فلم يصل الا الى 25%، 4000 روايه تبين يمكن الاعتماد عليها، و12000 روايه ماذا لا يمكن. هذن الروايات التي يقرأ منها كثير منها يقرأ على المنابر وعلى الفضائيات وغيرها أعزائي، روضة الكافي، روضة الكافي اللي هو المجلد الثامن من كتب من أصول الكافي وفروع الكافي وروضة الكافي، بحدود 600 رواية أعزائي. العلامة المجلسي في مرآة العقول من جاء وبحث عن أسانيدها تبين فقط 60 رواية منها صحيحة والباقي غير صحيحة. يعني ايش قد؟ 25% لو 10%. إذن القضية مو تقول تتصور فقط موجودة عند أهل السنة، لا نعم عند أهل السنة أضعاف ماذا؟ أضعاف ما موجود عند مدرسة أهل البيت.